عملية تحرير سرت في مراحلها الأخيرة وغرفة عمليات البنيان المرصوص تعلن انهيار قوات تنظيم الدولة في آخر معاقله بالمدينة. الآن بانوراما اليوم مع عماد الدين بالعين. مرحبا بكم أعزائنا متابعين بانوراما اليوم في حلقة جديدة والتي سنتحدث فيها عن التطورات الأخيرة في عملية البنيان المرصوص لتحرير مدينة سرت، حيث أعلنت الغرفة عن انهيار تنظيم الدولة في آخر معاقله في منطقة الجيزة البحرية، وأن فعليا بدأت عملية التمشيط للمناطق والمنازل الأخيرة التي كان يتحصن فيها تنظيم الدولة. كذلك قوات البنيان لازالت توجه نداءات لبعض العائلات العالقة هناك بالخروج عن طريق توفير ممرات آمنة. بداية نشاهد هذا التقرير حول آخر تطورات ثم نعود. ساعات أو أيام هكذا تتوارد الأخبار عن موعد إعلان تحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة الذي سيطر عليها منذ عامين، مستغلا الفراغ الأمني الذي كانت تعيشه المدينة قبل أن تبدأ عملية التحرير تحت مسمى البنيان المرصوص لتحرير سرت، ليشكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غرفة عمليات لتشرف على المعارك لتخوض قوتها حربا عنيفة بدأت من منطقة بوغرين غربي سرت، ولتتقدم سريعا حتى تحاصر التنظيم في داخل أحياء سرت ليضيق عليه الخناق أخيرا في منطقة الجيزة. ما يعيق تقدم القوات حسب ما يعلن قادة العملية هو إعطاء المجال للمدنيين العالقين للخروج من مناطق الاشتباك عن طريق ممرات آمنة، وحتى في هذه لم يتروع التنظيم عن استعمال المدنيين كدروع بشرية، وكانت آخرها المرأة التي قامت بتفجير نفسها وسط تجمع لقوات البنيان بعد محاولة إخراجها من مناطق الاشتباك، ليسقط على إثر العملية عدد من الشهداء والجرحى. ومع هذا ما زالت قوات البنيان توجه بين الحين والآخر نداءات لباقي المدنيين للخروج من مناطق القتال، حيث يتم إسعاف الجرحى منهم وتقديم ما أمكن من المساعدات الإنسانية والغذائية. الدعم الدولي خلال مدة القتال كان حاضرا وإن لم يكن بالشكل الأمثل الذي كان يتوقعه الليبيون، وهم يخوضون حربا نيابة عن العالم ضد تنظيم الدولة الذي كان يهدد صراحة الضفة الأخرى من المتوسط. فبطلب من رئاسي الوفاق شاركت القوات الجوية الأمريكية بضربات على مواقع تنظيم الدولة. إعلان تحرير سرت سيكون الفرحة التي انتظرها الليبيون طويلا، وفي خضمها لن يغيب عنهم ما يقارب 700 شهيد وأكثر من 3000 من الجرحى الذين دفعوا ثمنا لهذا النصر من أرواحهم وأجسادهم. إذن يبدو أن عنوان المرحلة القادمة هو اقتراب حسم عملية البنيان المرصوص لتحرير مدينة سرت. ورحب بضيوفي الكرام هنا في الاستوديو الدكتور محمود إسماعيل المحلل السياسي، أهلا بك. أهلا. كذلك معي عبر الأقمار الصناعية من مدينة مصراتة العميد محمد الغصري المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص، وأبدأ معه الحديث، أهلا بك. أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام. إذن سيادة العميد، ما هي نعم ذلك ضيفك الكريم، مرحبا وسهلا. نعم سيادة العميد، ما هي آخر التطورات الآن في عملية البنيان المرصوص؟ منذ صبيحة هذا اليوم تتوارد أنباء من هناك من مدينة سرت على أن قوات البنيان سيطرت بشكل كلي على منطقة الجيزة البحرية. والله من خلال المعطيات تعتبر الجيزة تحت قبضتنا، ما زال بعض المنازل أن القادة الميدانيين وأمري المحاور رأوا اليوم إيقاف التقدم لأسباب تخص المعركة، وبإمكانهم أنهم ينهوا المعركة اليوم، ولكن
بإذن الله تعالى حتكون خلال فترة قريبة إن شاء الله. نعم سيادة العميد، ما هي حجم المساحة التي ما زال يسيطر عليها تنظيم الدولة؟ هل فعلا هي كما يتوارد من أخبار عدد قليل من المنازل في منطقة الجيزة؟ العدد تقريبا 18 منزل، هذه كل المساحة اللي متبقية في منطقة الجيزة. أحد المنازل فيه مقاومة شوية، يبدو أن فيه قائد في التنظيم أو تمركزات قوية في هذا المكان، ولكن يجب أن يفهم كل الليبيين أن قادة كتر من داعش وقادة كبار من داعش تم قتلهم في هذه المعركة وتم التخلص منهم ومن شرورهم هؤلاء الخوارج في ليبيا أو خارج ليبيا. طبعا التحية، كل التحية لأبطال البنيان المرصوص، للشجعان الذين قارعوا هذا التنظيم الإجرامي لمدة 6 أشهر كاملة من 5/5/2016 وتاريخ اليوم يقارب من 5/12/2016. إذن ماذا عن العائلات؟ هل فعلا لازالت هناك بعض العائلات العالقة من المدنيين في المناطق الأخيرة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة؟ طبعا لو تراجع التصريحات من أكثر من شهرين، كثير من القنوات ليش ما تحسموش، ليش ما تقدموش، قلنا المعلومات اللي توصلنا راه فيه إن في عائلات موجودة في الجيزة، إن في أطفال في الجيزة. الحمد لله كانت كل معلوماتنا، كل مصادرنا اللي تأتينا كانت فعلا كما وصلتنا وكما صرحنا بها كل خلال المدة الماضية. اليوم تم تشكيل لجنة داخل الغرفة لمعالجة كل الأمور، الأطفال والعائلات والنساء، لتدليل الصعاب وإنهاء المعاناة اللي يعيشها الأطفال الفترة هذه، سواء من أكل أو من مستلزمات في أيام الشتاء هذه. بالنسبة للأطفال يحتاجون إلى ملابس ويحتاجوا إلى بعض المهمات. نعم ابقى معي سيادة هذه اللجنة اليوم. نعم ابقى معي سيادة العميد، أعود إليك دكتور محمود إسماعيل في الاستوديو. إذا يبدو أن اقتراب الحسم في سرت، نتحدث عن ساعات أو أيام. بداية تحية كبار وإعزاز حقيقة لهؤلاء الأبطال، وألف ترحم على هؤلاء الشهداء الذين سقطوا من أجل، لو ارتفعت أرواحهم من أجل ليبيا ومن أجل العدالة ومن أجل الخير ومن أجل إنهاء الإرهاب ومحاربته، سواء كان هذا الإرهاب والتطرف الديني، وأيضا لا ينسوا أن هناك أيضا تطرفات أخرى ودواعش آخرين يجب أن ينتهوا من ليبيا من أجل أن تعيش ليبيا بسلام. مهما كان نتكلم على واقع أن هذه الملحمة التاريخية التي سطرها الليبيون بدمائهم والتي كتبوا فيها من أروع مراحم التاريخ، أن هناك رجال يستطيعون أن يحسموا المعركة، فعندما تكون هناك حاجة للوطن فإنهم يلبون هذا النداء. ومن المهم والمهم جدا أن نشيد أيضا بهؤلاء الأبطال، أيضا هناك من بترت أطرافهم، وهناك أيضا من يعانون الأمرين. يجب أن يشار إلى أن الإعداد الرئيسي فيما يتعلق ليست المعركة العسكرية فقط، ولكن ماذا بعد سرت فيما يتعلق بمعركة كيف إمكانية أن توفر الإمكانيات وكيف يكافئ هؤلاء الأبطال، وكيف يمكن أن لا يسمح بإعادة وضع نقاط على حروف من أجل ضمان عدم عودة ما يتعلق بالتنظيمات المتطرفة أو عدم وجود بيئة حاضنة من جديد. من هنا كانت البداية. أعود للسيد العميد محمد الغصري. سيادة العميد في سؤال أخير، هل لديكم معلومات حتى هذه اللحظة عن إحصائية حول عدد قتلى الدواعش إجمالا وعدد الذين لازالوا يتحصنون في داخل هذه المنازل التي ذكرتها؟ ما قتلناهم من داعش متحفظ عليهم في 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 في, في مجمدات وفي أكياس، وكل جميع الجثث اللي موجود اسمه موجود في كيس الموتى، واللي مش موجود اسمه أو ما عندهاش هوية موجود رقم وتاريخ تم أمتى وجدت هذه الجثة.
هذا عند جهاز أمني، جميع الجثث بالنسبة لداعش متحفظ عليها بالكامل. ما العدد يقارب ماذا؟ لا العدد لا ما زال العدد بإذن الله لما ننهوا الحول للغام ونجهزوا سرت لرجوحها حيكون فيه إعلان تحرير وحنتلو بجميع المعلومات اللي غايبة الآن على القنوات الإعلامية. ماذا عن الأسرة؟ هل هناك أسرة من التنظيم تتحفظ عليها قوات البنيان الآن؟ صلوا لأن الصوت راح. نعم سأعود إليك سيد العميد، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال. أذهب كذلك العميد نوري الصلابي، العميد المتقاعد والخبير العسكري، أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك. إذن الآن يبدو أن الحسم اقترب، والمتحدث باسم عملية البنيان المرصوص يتحدث أن التنظيم الدولي انحصر في بضع منازل في منطقة الجيزة العسكرية، ما رأيك في هذه التطورات الأخيرة؟ نعم، أولا نحيي قناة بانوراما ومشاهديها، ونحييك أستاذ عماد وضيوفك الكرام، وندعو الله أن يتقبل قتلانا في الشهداء ويشفي جرحانا ويمن على بلادنا بالأمن والاستقرار. بالتأكيد من ما جرى اليوم يتبين أن التنظيم ليس لديه شيء يقاوم به، نفذت كل ذخائرهم وكل مؤنهم، بالدليل أنهم استسلم عدد كبير منهم اليوم ورفعوا الرايات البيضاء فوق المنازل. هذا يدل على أنهم انهيارا كاملا، وليست هناك ولن تكون هناك أي مقاومة لهم. لذلك أعتبر أن التنظيم قد انتحر وانتهى اليوم، ليس في الأيام القادمة. الأيام القادمة فقط يتم فيها تنشيط. نعم ابقى معي سيادة العميد نوري، أعود للغصري قبل أن انقطع الاتصال مجددا. في سؤال أخير، متى نتوقع الحسم النهائي وإعلان تحرير مدينة سرت؟ والله بالنسبة لتحرير مدينة سرت، إذا كان فيه اثنين أمور، فيه دعم دولي لإزالة الألغام حتكون فترة قريبة جدا جدا، متوقف على الدعم الدولي لمد غرفة البنيان المرصوص بأجهزة لإزالة الألغام والكشف على الألغام، وكذلك السيارات أو المعدات لإزالة الألغام هذه مطلوبة الآن، هذا وقتها، ونطلب من المجتمع الدولي يمدنا بها عشان يتم إعلان تحرير سرت خلال شهرين، أفضل ما أن يتم إعلان تحرير سرت بعد 3 أو 4 شهور. كل ما مدونا بالأجهزة لإزالة الألغام ومخلفات الحرب حتكون المدة قريبة جدا لإعلان التحرير ورجوع أهالي سرت إلى مدينتهم إن شاء الله. شكرا لك العميد محمد الغصري المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص. أعود إليك دكتور محمود إسماعيل، إذا يبدو أن الحرب ضد هذا التنظيم في مدينة سرت ليست مجرد القضاء عليه، هناك مرحلة أخرى تحدث عنها السيد محمد الغصري وهي تنظيف المدينة من الألغام. هل تتوقع مساعدة المجتمع الدولي لهذه القوات للتخلص من هذه الألغام؟ حقيقة كانت مساعدة المجتمع الدولي جد خجولة، ربما لعدم آلية وجود آلية للتنظيم في المطالبات بالشكل الرسمي من قبل الدولة الليبية، مع أن المجتمع الدولي يجاهر أو جهوريا فيما يتعلق بالمطالبات أن هناك استعداد لدعم الدولة الليبية في الحرب على الإرهاب والقضاء على الإرهاب، ولكن تسمع طجطجة وراء لا ترى طحينا. هناك عبارة عن إجراءات جد خجولة جاءت إليها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ضربات ومن خلال فريق مبسط ربما من المملكة المتحدة، وبعد أن تم توظيفها ربما حتى في الانتخابات الأمريكية أو غيرها. مع هذا وذاك أبطال الميدان والموجودون على الأرض والطيران الليبي هو اللي كان هو الفيصل وكان هو الديدن الأساسي فيما يتعلق، وهو حقيقة اتبعت سياسة كانت جد حكيمة في القضاء على التنظيم وليس السماح له بوجود ممر آمن أو الخروج إلى منطقة أخرى، كانت هي نوع من السياسة الحكيمة والحكيمة جدا. ثم إن هناك القضاء المبرم على هذا التنظيم سيؤدي إلى نتائج إيجابية، وهنا يتطرح التساؤل إلى أين نحن ذاهبون فيما بعد هذه الحرب. إذن هناك حرب يجب أن تكون أيضا مراجعات ثقافية وإمكانيات إعادة غرس لحمة وإعادة بناء، ولكن أيضا يجب الاهتمام ما المسؤوليات الملقاة على الساسة وما المسؤوليات الملقاة على المجتمع الدولي. ما تحدث عنه سيادة العميد من أن المجتمع الدولي عليه أن يساعد الليبيون، يجب أن يساعد الليبيون، ويجب أن تكون هناك مطالبات جهورية. إذا كانت ليبيا قد قدم
قدمت طلبا فيما يتعلق بأن تكون عضوا في محاربة الإرهاب، فعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته. هل ترى ما قدمه المجتمع الدولي لعملية البنيان المرصوص ولحكومة الوفاق التي يعتبرها حكومة شرعية هذا أقصى ما يمكن أن يقدمه في ظل ظروف البلاد الحالية؟ بكل تأكيد لا وألف لا، واقع عملي أن هناك إجراءات لا تكاد ترقى إلى شيء. ما مر بالعراق وما مر بغيرها من الدول التي حاربت بالإرهاب، المجتمع الدولي وقف ويقف معه وبقوة. هناك أسراب من الطيران، وهناك إمدادات، وهناك تحمل للمسؤوليات وتحمل مادي أيضا لما تعانيه. ليبيا تمر بالأمرين، وهذه العملية تكلف أكثر من 3 مليار لم يصرف لها إلا 100 مليون. حقيقة جد خجول، والذين يعملون هناك ليل نهار ويقاتلون نيابة عن العالم لم يتقاضوا مرتباتهم إلى الآن. تعاني الواقع العملي، يجب أن تخصص الموارد المالية سواء من الناحية المحلية أو من الناحية الدولية. من المهم والمهم جدا الحديث وبشكل جهوري على التزامات المجتمع الدولي تجاه الجرحى الذين حقيقة قد دافعوا عن العالم ودافعوا عن ليبيا ودافعوا عن الجميع. أين حقوقهم وكيف يتم العمل على أن يكونوا في مشافي تليق بهذه التضحيات؟ أعود لسيدة نوريا الصلابي. إذن العميد محمد الغصري تحدث على أن تحرير مدينة سرت هذه المرحلة الأولى، المرحلة الثانية هي تنظيف وإزالة الألغام المنتشرة في المدينة، كيف ترى هذا الأمر؟ نعم هذا الشيء اللي يجب أن يكون. وأيضا أضيف إلى ذلك هي متابعة حلول التنظيم في المناطق المجاورة وملاحقتهم والقبض عليهم، وأيضا نزع سلاح المدنيين في هذه المنطقة في كل المناطق التي بجوار سرت والمدن القريبة منها وفي داخل سرت أيضا، لأن هذا ما حصل في 2011 بعد تحرير سرت وإعلان التحرير، يعني على استعجال لم يتم تنظيف سرت من المجرمين، لم يتم معاقبتهم ومتابعتهم، لم يتم نزع السلاح منهم. لذلك هذا ما سبب لنا هذه المشاكل وساهم في بروز هذا التنظيم الإرهابي، وأيضا في تكوين عصابات إجرامية جابت البلاد من شرقها وغربها وجنوبها. كل هذه الأخطاء يجب أن لا نقع فيها ونتسرع في إعلان تحرير سرت دون القيام بهذه الأعمال المهمة وتأمين سرت وتشكيل قوة عسكرية نظامية وشرطة. قبل أن نتحدث عن مرحلة ما بعد سرت عميد نوري الصلابي، نتحدث عن إزالة الألغام وهذه المفخخات، هل تحتاج دعم دولي بشكل محدد في بعض الآليات وبعض الأجهزة الحديثة؟ نعم، أنا أضم صوتي لصوت السيد محمود إسماعيل في قولي أن المجتمع كان خجولا في دعم هذه العملية، بالرغم من أنها تهمه أكثر ما تهم الليبيين. ولذلك ما بعد يعني حكم المعركة واندحار التنظيم يجب أن يتم الدعم الدولي بالمعدات والأجهزة والخبرات في نزع الألغام والتعامل مع مخلفات الحرب، وأيضا التتبع كما قلت العناصر الإجرامية المتواجدة في كل المناطق هذه عن طريق الاستطلاع ومساعدة بالطائرات الاستطلاع وبدون طيار. جيد، ابقى معي يا سيد نوري. أذهب لوائل قزيط أحد قادة الميدانيين في عملية البنيان المرصوص. أهلا بك. أهلا بك أخوي كريم. إذن ماذا يحصل الآن في مدينة سرت؟ هل الاشتباكات توقفت في الفترة المسائية ما زالت مستمرة؟ اولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نحييك اخي كريم، نحيي قناة بانوراما. طبعا بداية كان بعد الايام بعد الضربات الجوية التي نفذها قوات التحالف في الايام القليلة الماضية وطيران القوات الجوية الليبية، تم وضع خطة لتقدم نحو ما تبقى من مساكن الجيزة البحرية. قام أحد عناصر قوات البنيان المرصوص في الصباح الباكر بأخذ مكبر صوت والنداء لما تبقى من عائلات موجودة داخل هذه المساكن لتوفير ممر آمن لخروج هذه العائلات. تم خروج 9 عناصر من النساء و11 طفل.
وبعد ذلك تم اقتحام الجيزة البحرية، تم تسليم حوالي 24 شخص من عناصر تنظيم الدولة أنفسهم لقوات عمليات البنيان المرصوص، وتم السيطرة حوالي تقريبا 35 منزل من هذه المساكن، وما تبقى إلا قليل تقريبا حوالي 10 أو إلى 15 منزل سيتم بإذن الله الدخول إليها واقتحامها في الساعات القليلة. هذه المنازل الأخيرة التي تتحدث عنها، هل ما زال فيها أو لازال فيها المدنيين أم فقط من يوجد فيها هم عناصر تابعة لتنظيم الدولة؟ ولا أعتقد أن الأغلب الموجودين داخل هم عناصر تنظيم الدولة، لأن لم نشاهد أي مدنيين بعد تسليم المجموعة الأولى أنفسهم. ماذا عن العناصر التي قامت بتسليم أنفسها التابعة لتنظيم الدولة لقوات البنيان؟ هل يمكن أن تبلغنا بجنسيات هذه العناصر، أعدادها، أي معلومات عنها؟ تقريبا العدد كان 24 شخص، الجنسيات في ليبيا وفي تونسية وفي مصرية، الأغلب جنسيات كانت تونسية، وباقي المعلومات طبعا لا أستطيع أن أفيك بها لأن تم تسليمهم إلى غرفة عمليات البنيان المرصوص، هم من يتولى بقية الأمر. نعم، في العادة عقلية تنظيم الدولة يقاتل حتى آخر رمق وآخر طلقة، هل استسلام كان لنفاذ الذخيرة أم أن قوات البنيان حاصرتهم واستطاعت أن تمسكهم مسك اليد؟ الأغلب كانت قوات البنيان المرصوص كان حصارها خانق على قوات تنظيم الدولة، ولم يتبقى لهم أي مصدر من للأكل والشرب والذخيرة، فحتى السلاح كان عبارة عن أسلحة خفيفة، ما لم تستعمل أي أسلحة الأسلحة الخفيفة لهذا اليوم. إذن يمكن أن نقول أن أغلب مخازن الذخيرة والأسلحة التابعة لتنظيم الدولة هي الآن تحت قبضة قوات البنيان، ولم يبقى لدى التنظيم إلا بضع أسلحة خفيفة كما ذكرت. بالتأكيد أخي كريم. شكرا لك وائل أجزيت، أحد القادة الميدانيين في عملية البنيان المرصوص، كنت معي من سرت. أعزائي المشاهدين، أيضا قوات البنيان قامت بإخراج مجموعة من العائلات المدنية التي كانت تتواجد في داخل منطقة الجيزة، نشاهد هذه الصور ثم نعود. في هذه اللحظة دون تأخر، من يسمع هذا النداء عليه الإجابة. يوجد ممر آمن للنساء والأطفال من جهة المدرسة، لا تتأخروا، أنتم الآن في الوقت بدر الضايع. الله أكبر، الله أكبر. تعالي يا أخو، تعالي هنا، تعالي على الأمان، ثقة على الأمان، والله على الأمان. تعالي اسمي كلامي، ربي قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أمتي الصغار عليك الأمان، خرج بيها ضيع إذن كانت هذه الصور من مدينة سرت وقيام قوات البنيان المرصوص بإعادة أو إخراج بعض العائلات والمدنيين المحاصرين من نساء وأطفال كانوا محاصرين في آخر معاقل تنظيم الدولة، ولكن للأسف أحد عناصر تنظيم الدولة من النساء استغلت هذا الأمر وقامت بتفجير عبوة ناسفة في تجمع لقوات البنيان المرصوص، مما أدى لاستشهاد بعض أعضاء عملية البنيان المرصوص. معي عبر الهاتف أكرم قليوان المتحدث الرسمي باسم مستشفى مصراتة المركزي، أهلا بك. انقطع الاتصال، عود إليك دكتور محمود إسماعيل. إذن شاهدنا هذه الصور، رغم ضراوة القتال
وحجم الفاجعة في خسارة عدد من رفقاء هؤلاء الشباب، لأنهم يصرون على فتح ممرات آمنة لما بقي من المدنيين. تعامل إنساني، تعامل الرجولة، تعامل الشهامة، تعامل بالمفهوم الإنساني، تعامل بالمفهوم المحلي والدولي، تعامل وفق الأخلاق الحقيقية التي يتحلون بها. واقع عملي أنه حقيقا في قتال هؤلاء الإرهابيون المتطرفون، وفي الوقت الذي يرمونهم بالقنابل فهم يرمونهم بالورود ويحاولون إخراجهم إلى الحياة وهم يجذبونهم إلى الموت. واقع مؤلم، ولكن الأشد منهم إيلاما في من فقد حقيقة من الأبطال الذين فقدتهم ليبيا جميعا وفقدهم العالم، والذين حقيقة نتمنوا أنهم كانوا ما بين ظهرانينا في هذا اليوم. أعود للسيد أكرم أجليوان المتحدث الرسمي باسم مستشفى مصراتة المركزي، أهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي مثل المشاهدين الكرام. إذن سيد أكرم، تم إخراج بعض العائلات والأطفال المحاصرين في منطقة الجيزة، هل وصل بعضهم إلى المستشفى وما هي حالتهم الجسدية والنفسية؟ بالنسبة لما وصلنا يعني كان مساء يوم الجمعة، أولى الأطفال تنظيم الدولة وصلوا تباعا إلى مستشفى مصراتة المركزي. كان عددهم في البداية 11 طفلا، أعمارهم بين 5 سنوات وأقل من 5 سنين. بالنسبة لما وصلنا يوم الأمس يعني 3 أطفال، وضعهم الصحي بالنسبة لأوضاعهم الصحية يعانوا من سوء تغذية، وجسادهم يعني متهركة، حالتهم النفسية يعني صعبة. بالنسبة لبعضهم قد أصيب أثناء ممكن جت الغام الأرضية وتفخيخ تنظيم الدولة للمعني المحيطة بهم. بالنسبة للمستشفى تم استقبالهم وتوفير لهم الرعاية والحماية. بالنسبة أيضا لوضعهم الصحي، أجريت لبعض منهم نتيجة إصابتهم إصابات مباشرة عمليات جراحية، أكثر من 3 عمليات جراحية أجريت مساء أو صباح ومساء يوم الأمس. هذا ما وصلنا. نعم، في سياق حديثك سيد أكرم ذكرت أن هؤلاء الأطفال هم من أطفال من عائلات تنظيم الدولة، يمكن أن توضح لنا هذا الأمر؟ هل هم مدنيين من سكان مدينة سرت محاصرين أم عائلات تابعة لتنظيم الدولة، قد يكون أحد أفرادها يقاتل في التنظيم أو رب الأسرة في التنظيم؟ هم طبعا من جنسيات مختلفة، منهم سورية وتونسية وأفريقية، من بينهم أيضا عائلات يعني ليبية. لا نعرف إن كانت هذه العائلات يعني انضمت إلى يعني طوعا أو كراهية، ولكنهم في منهم جنسيات ليست بالليبية، ومعظم التوقعات أنهم تبع أو تبع عائلات التنظيم الدولة. بالنسبة زي ما ذكرت لك يعني الجنسيات مختلفة ليست ليبية فقط. ماذا عن الحصيلة النهائية الآن لعدد الشهداء والجرحى في عملية البنيان المرصوص حتى اللحظة؟ طبعا كل اللي يعلم أن البنيان المرصوص تشهد ساعات الحسم الأخيرة. بالنسبة لما وصلنا كآخر إحصائي الماضي منذ 7 أشهر، عدد 711 شهيدا نحسبهم عند الله، إضيف إليهم إلى قافلة شهداء شهيد نتيجة اشتباكات اليوم، يصبح العدد 712 شهيدا. أما بالنسبة للجرحى تجاوز الرقم 3200 جريح، في معظمهم الإصابات كانت بين المتوسطة والبسيطة، عدد لا يتجاوز 10% إلى 15% من مجمال هذه الإصابات يعني بين الحرجة والخطيرة. معظم الجرحى عملية البنيان المرصوص تم تسديرهم لاستكمال علاجهم بالخارج نتيجة للساعة السريرية المحدودة لمستشفى المركزي. كما يعلم الجميع المستشفى يدخل صيانة، فبالتالي ما هو موجود عبارة عن مجموعة مباني حول المدينة. فبالتالي كما ذكرت لكم يعني أجريت العديد من العمليات الجراحية لجرح عملية البنيان المرصوص، أعتقد أن الرقم تجاوزنا 2000 عملية جراحية خلال الأشهر السبعة الماضية لأفراد عملية البنيان المرصوص. أيضا لا ننسى أن الساعة السريرية تجاوزنا العالمية المتعارف عليها 80%، ليصبح النسبة في الأشهر الماضية وصلت إلى أكثر من
و25%، أرقام كبيرة جدا، أرقام صادمة، ولكن الأحداث المتسارعة والمتتالية صار الضغط وعملت جميع الكوادر هذا العبء، وخص بالذكر يعني الطواقم الطبية داخل مستشفى مصر المركزي، نعم، والمستشفى الميداني والمستشفيات الخاصة داخل. اتضحت الصورة أكرم قليوان المتحدث الرسمي باسم مستشفى مصراتة المركزي. يعود للسيد نوري الصلابي العميد المتقاعد والخبير العسكري، في رأيك ما هي الطريقة الأمثل الآن للتعامل مع بقايا فلول تنظيم الدولة التي محاصرة في منطقة ضيقة في بعض المنازل؟ أعتقد أن المجموعة المتبقية الآن ليست لديهم أي حيلة أو قوة، لأنهم أنفذت كافة ذخائرهم وكافة مؤنهم وغيرها، ولكن مع هذا يجب أخذ الحيطة والحذر الشديدين، لأن هؤلاء اعتمدوا الخديعة والمكر ولا يهمهم إلا قتل الأشخاص الآخرين الذين يهاجمونهم. فأحذر وأنبه أبناءنا المجاهدين أن ينتبهوا لهذه المخاطر، لأن هؤلاء الآن هم في اللحظة الأخيرة قد يقومون بعمليات انتحاريه وتفجيرات وغيرها، لعلهم يعني بهذه يقضون على عدد من الشهداء، ولا وارجو الا يحدث ذلك. نعم، اعود للدكتور محمود اسماعيل. نعود مجددا لدور الدعم الدولي فيما يتعلق بحرب التي يخوضها قوات البنيان المرصوص ضد تنظيم الدوله. هذه القوات، نعم، قاتلت باسلحتها، قاتلت بداخلها. ما قدمه المجتمع الدولي هو غارات جويه على مواقع تنظيم الدوله. بكل تاكيد يجب ان نرجع حقيقه الى بدايه ما يتعلق بالاحداث. المجتمع الدولي حريص على مصالحه اكثر من حرصه على مصلحه ليبيا، ومن مصالح المجتمع الدولي التي يشترك فيها ايضا مصلحه الليبيين قتال هذا الارهاب وانهائه، او قتال هذه المجموعات الارهابيه. ولا شك ان الليبيون قد قدموا بطبق من ذهب على محاوله قدر الإمكان أن يقوموا بإجراءاتهم البسيطة وبأسلحتهم المتهالكة والموروثة على نظام القذافي البائد، والتي لم يستطيع المجتمع الدولي أن يوفي بوعوده في دعم ليبيا فيما يتعلق بتوفير المطلوب. هذه من ناحية. فإذا كان تحدثنا ونحن نتحدث على أعداد كبيرة وكبيرة جدا من الشهداء الذين ارتفعت أرواحهم إلى باريها، 712 شهيد، حقيقة عدد مرتفع جدا. فلماذا لا يكون هناك سؤال، والذي يطرح نفسه من المسؤولية المباشرة تجاه المجتمع الدولي؟ لماذا لم يوفر خود ولم يوفر مضادات، ولماذا لم يكن هناك أيضا إجراءات أخرى لآلية الوقاية لقللنا أيضا من هذه الخسائر؟ هذه من ناحية. ثم ثانيا يجب أن يكون، وهذا لزاما كان على المجلس الرئاسي وعلى الجهة الرسمية التنفيذية في الدولة الليبية أن تتحمل مسؤولياتها في وضع استراتيجية في آلية توظيف هذا الوضع، في إمكانية أن تكون ليبيا أيضا عندما تقود معارك ضد الإرهاب يجب أن توظف أيضا هذه العمليات من أجل أن يكون هناك استقرارا سياسيا، ومن أجل أن يكون هناك حلا ليبيا، وأن يكون هناك أيضا هدوءا، وأن يكون هناك بعث لحياة اقتصادية. ثم إن ثالثا إن من المهم جدا تحمل المجتمع الدولي أيضا لمسؤولياته فيما يتعلق بالجرحى. الليبيون يتضورون ويذهبون إلى تونس، والتي يعتبر أبناؤها أكثر فئة تقاتل الليبيين، أكثر من 90% أو 80% من الموجودين والذين يقاتلون مع الإرهابيين هم من تونس. فكيف لا تتحمل تونس عبء ما يتعلق بجراح ليبيا؟ إن هذه المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة مدعاة للقلق ومدعاة لآلية عدم التوظيف الاستراتيجي لآلية الموضوع، وهو أمر لابد أن يفتح أمراقه، يجب أن يتم الحديث عنه بشكل جهوري. أيضا ما يتعلق بالبحث في سواء في الحمض النووي أو غيره لمعرفة هذه الجنسيات ومن أين جاءت وما الطريق الذي سلكته. ثم إنه من الناحية القانونية وتحمل التبعات على هذه المدن التي هدت والأرواح التي زهقت، إن مدينة فقدت أكثر من 650 شهيد و 3000 جريح و 200 مبتور، حقيقة أي ضريبة دفعت من أجل أن يلتئم الوطن؟ فماذا يستطيع الوطن أو الخارج أن يقدم لها؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح. ثم سؤال آخر، ما هي الاستراتيجية العملية التي يمكن بها العمل على تجفيف المنابع والعمل على تكرارها في أي منطقة ثانية تكون حاضنة لما يتعلق بالإرهاب، ثم تجميع ما يتعلق بالبواعث التي تؤدي إلى إنتاج إرهاب فكري أو إرهاب اقتصادي أو إرهاب سياسي أو إرهاب عسكري كما يجري فيما يتعلق بالمعتوه حفتر؟ نعم. نتكلم على واقع مؤلم، ولكن الأكثر منه إيلاما في عدم وجود استراتيجية لإدارة. أعود
للسيد أكرم أجلوان مجددا متحدث باسم رسمي باسم مستشفى مصراتة المركزي. إذا سيد أكرم تحدثت عن 712 شهيد وأكثر من 3000 جريح، الآن حالة الجرحى إذا تبلغنا عنها وطبيعة حالات الجرحى في صفوف قوات البنيان المرصوص. طبعا الجرحى دوما جاءوا على فترات متقطعة يعني منذ 17 ونحن نستقبل فيها الجرحى والمصابين. تم تشكيل عدة لجان لمتابعة أوضاع الجرحى داخل مدينة مصراتة وأيضا لمتابعة أوضاعهم يعني بالخارج. هذه اللجان كانت أهمها هي مراقبة أوضاع الجرحى. طبعا هذا العدد الكبير من الجرحى يعني استنزف جميع المواد الطبية والمخزون. انقطع الاتصال مع أكرم أجلوان، شكرا لك المتحدث باسم مستشفى مصراتة المركز. يعود لسيد نوري الصلابي. سيد نوري، إذا تحدثنا بالأرقام 712 شهيد و 3000 جريح، في المقابل الأرقام التي كانت تذكر بوفق بعض التقارير الدولية على عدد عناصر تنظيم الدولة في مدينة سرت تتراوح من بين 4 إلى 6000 عنصر، كيف ترى هذا الأمر؟ بالتأكيد عجزت كل الجهات الدولية عن تحديد عدد وحصر أعداد تنظيم الدولة سواء من بداية العملية أو إلى الآن، فهم لم تكن أرقامهم دقيقة وعجزوا عن معرفة تواجدهم وجنسياتهم وغيرها، بالرغم من يعني المعلومات التي تصلهم ووسائلهم ومعداتهم التي يستخدمونها. ولكن في رأيي أن تنظيم الدولة أكثر من هذا الرقم. تنظيم الدولة منذ بداية عملية هجومه على منطقة أبو غرين ومنطقة السدادة هم تجاوزوا 6000 مقاتل، ومنذ بداية العملية إلى الآن يعني كل وسائل الإعلام وكل المتحدثين لم يعطونا أي معلومة عن عدد القتلى، ولكن في رأيي أنه بمتابعتي لهذه العمليات منذ بدايتها وعن معلومات التي تتناقل يعني تحدث يوميا أثناء المعركة من وجود أعداد كبيرة من القتلى بين صفوفهم، خاصة بداية العمليات القتلى بالمئات كانوا يعني من يتركهم التنظيم خلفه عدد كبيرا، لذلك من ينقلهم أكثر من ذلك. فأنا في وجهة نظري أنهم تجاوزوا 3000 قتيل يعني في المعارك إلى حد الآن، ومن فر منهم لا يقل عن 2000 عنصر، لذلك هذه الأعداد القتلى منهم كبيرة ولم تستطيع أي جهة أن تتحدث بها أو تحصرها. سأعود إليك سيد نوري، وسؤالي سيكون حول كيفية وآلية تأمين هذه المدينة مستقبلا حتى لا يتكرر هذا الأمر للمرة الثالثة. أذهب للسيد أحمد أروياتي، عضو المكتب الإعلامي لعملية البنيان المرصوص. أهلا بك. أهلا وسهلا بك سيدي، أهلا وسهلا بك وضيفك الكريم ومجميع متابعي قناة بانوراما. إذن الحديث، تحدثنا مع السيد العميد محمد الغصري وأعطانا آخر المستجدات العسكرية. ماذا عنكم أنتم في المكتب الإعلامي عن فيما يتعلق بوصول بعض العائلات التي كانت محاصرة في داخل منطقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة؟ نعم سيدي، بالفعل اليوم كان يوم مشهود على مستوى قوات بنيان المرصوص في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، حيث استمرت التقدمات اليوم وتفاجأ عناصرنا بانهيار كامل لأجزاء كبيرة من حي جيزة البحرية، حيث يتحصن أعضاء التنظيم، وبالفعل تم القضاء على أكثر من 50 أعتقد حسب ما وصلنا من معلومات أكثر من 50 عنصر. أيضا تم هناك عشرات ربما 20 إلى 30 عنصر قاموا بتسليم أنفسهم. بالفعل تم إنقاذ العديد من العائلات اليوم، أطفال ونساء. هذا الانهيار الكامل مع صبيحة انطلاق عمليات اليوم تثبت أن العملية ربما في أنفاسها الأخيرة، أو ربما هي منتهية الآن حسب آخر المعلومات. لا يوجد إلا جيب أو اثنين لبعض العناصر التي لازالت مستمرة في القتال داخل منزل أو منزلين يحاولون أن يموتوا ليس إلا، ولذلك عند ربما الساعات القادمة ستحسم أمر العمليات القتالية، وسننتقل بعد ذلك إلى ما يعرف بعمليات التمشيط الكاملة وخاصة لحي جيزة البحرية ومن ثم التحرير. في المجمل نستطيع أن نقول أن قوات البنيان المرصوص قامت بما عليها
بفاعلية كبيرة. قبل قليل سيد أحمد وائل قزيط هو واحد القادة الميدانيين ذكر أن هناك عدد من عناصر تنظيم الدولة قامت بتسليم نفسها، هل لديك معلومات حول هذا الأمر؟ بالفعل سيدي هذا ما أشرت إليه، ولكن معلوماتي نفس معلومات أي قائد ميداني من هناك. هناك عشرات من قاموا بتسليم أنفسهم، تم تسليمهم إلى قيادة الشرطة العسكرية التي ستحيلهم إلى إدارة الاستخبارات العسكرية بالتأكيد للتحقيق معهم. المعلومات التي لدينا حتى الساعة وهي غير رسمية، كون أنه إلى الآن لم يثبت من خلال التحقيقات هذه المعلومات، أن ما بينهم ثلاثة أو قياديين أو ثلاث قيادات فاعلة وحقيقية. أيضا هناك معلومة تقول أن ربما غليو الداعشي أو القيادي الداعشي المعروف وجد مقتولا أيضا من خلال هذه المعلومات، وهو ما أشار إليه بعض عناصر التنظيم الذين تم القبض عليهم منذ يومين أيضا، وبالفعل اليوم تم إيجاده مقتولا. هذه ربما ما لدينا معلومات، كما قلت لك هذه المعلومات دقيقة جدا وتحتاج إلى تحقيقات وربما ستخرج خلال اليومين القادمين. شكرا لك أحمد أروياتي عضو المكتب الإعلامي لعملية البنيان المرصوص. أعود إليك دكتور محمود إسماعيل. إذن اقتراب الحسم والبحث الآن عن مشروع ما بعد مدينة سرت وتحريرها. بكل تأكيد هو اقتراب للحسم العسكري وبدء لمرحلة ما يتعلق بسرت، وما الذي سيقدمه تقدمه ليبيا، وما الذي سيقدمه الليبيون، وما الذي سيقدمه العالم من أجل العمل على رأب الصدع من ناحية، ومن أجل الاهتمام بالجرحى من ناحية ثانية، ومن أجل أيضا الاهتمام بهؤلاء الذين قدموا أنفسهم وأطرافهم. ما الذي سيقدم إذا كانوا يتضورون ولم يصل إليهم ميزانية إلى الآن، أو لم يتم اعتماد مبالغ كافية إلى هذا الحد، أو أن هناك تردد أو ارتعاش فيما يتعلق باعتماده بطريقة أو بأخرى، أو مساندة فيما يتعلق بإجراء أو بآخر. حقيقة الأمر لا يمكن قبوله بهذه الزاوية، ولا يمكن تبريره مهما كانت الأمور. نعم نحن نمر بمرحلة حرب على الإرهاب، ويجب أن توظف الأموال بداية ونهاية وأولا وأخيرا لهؤلاء الأبطال. من الناحية الثانية والتي يجب أن يشار إليها، أن على ليبيا أن تعمل على توظيف الموضوع من الناحية الدولية من أجل استقرار ليبيا سياسيا. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغني أو يأخذ ما يتعلق بكل هذه المغانم في القضاء على بؤرة إرهابية كانت تهدد المتوسط وهددت ليبيا، ولكن أيضا في المقابل يجب أن يعمل على مساعدة ليبيا في إخراجها من الإشكاليات السياسية الحالية وهذا التضارب السياسي الذي كان وظل وسيظل إذا كان انتهجنا نفس النهج إشكاليات سياسية وتضارب سياسي، جزء منها إشكاليات خارجية أو معظمها إشكاليات خارجية. من المهم جدا جدا أن يكون هناك جسم لمحاربة الإرهاب مستمر، ويجب أن يعتمد بالشكل الرسمي من قبل الجهات الرسمية من أجل أن يتولى محاربة الإرهاب ومقارعته في المستقبل، ومن أجل أن لا يكون هناك نوع من العملية المستعجلة التي ربما يفقد فيها الكثير والكثير، ويجب أن يعطى المكنة في ذلك، ويجب أن يكون متجها أيضا من الناحية الخارجية إلى التعريف بالبطولات هؤلاء، ويجب أن يعطى أيضا مكنة في إمكانية التواصل الاستخباراتي من أجل التعرف على جثثهم وذويهم والذين قاتلوا الحقيقة الليبيين في عقر دارهم، وكيف وصلوا وكيف خرجوا من بلدانهم، وليتهمون ليبيا بالإرهاب. حقيقة ليبيا تتهم بالإرهاب، ولكن هي الحقيقة هي الرجولة وهي البطولة وهي التي قضت على الإرهاب. أعود لسيدة نوريا الصلابي. إذن في رأيك ما هي الطريقة الأمثل الآن للبدء في المرحلة الثانية التي أعلن عنها العميد محمد الغصري، وهي إزالة الألغام وتنظيف المدينة من ما قام تنظيم الدولة بتفخيخ بعض المنازل ونشر بعض الألغام؟ نعم طبعا لا تزال مهمة نجاح واستثمار هذا النصر بالمحافظة عليه وعدم عودة الإرهاب والمجرمين، وذلك باتخاذ خطوات مهمة من قبل المجلس الرئاسي وكل الجهات الأمنية والعسكرية المسؤولة. يجب وضع خطة بعد يعني في المرحلة الثانية وهي بعد حسم المعركة، يجب وضع خطة محكمة لتأمين سرت ونزع السلاح من المدنيين وتنظيف المدينة من مخلفات الحرب والألغام وغيرها من كافة يعني ما يسبب ضرر للمدنيين. طبعا تليها تكليف قوة عسكرية وأمنية لحماية سرت والقيام بكافة المهام التي تكلف بها. أيضا طلب المساعدة الدولية في نزع الألغام والمخلفات، هذا شيء ضروري ويجب أن يتم، لأن ليبيا وحدها لا تستطيع القيام بهذه المهمة والتنظيف الكامل والتأكد من خلو المدينة وكل المناطق المجاورة والطرقات وغيرها من الألغام المزروعة ومن المخلفات الحرب. لذلك يجب استخدام أو طلب المساعدة الدولية لهذا الغرض.
ايضا يجب استمرار في تتبع بقايا وحلول الارهابيين والاخبات الاجراميه في المناطق المجاوره لسرت، لانه لا تستطيع تامين سرت الا بتامين المناطق المجاوره ومتابعه وتتبع كل الحلول والاخبات الاجراميه واستخدام. هذا ما اردت ان اسالك اياه في سؤالي القادم، وهو هل هناك خشيه امنيه من أن تكون هناك خلايا نائمة للتنظيم الدولة في بعض المناطق الجوار وكذلك في بعض المدن المجاورة لمدينة سرت؟ بالتأكيد طبعا هناك العديد من الإرهابيين قد فروا إلى المدن المجاورة وقد وفروا إلى مدنهم واندسوا بين عائلاتهم الآن، وهناك من يتستر عليهم في العديد من المناطق والمدن وهي معروفة للجميع. في هذه الحالة يجب هذه تقضيها على المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والجهات الأمنية لتتبع هؤلاء ومعاقبة كل من يتستر عليهم يعني بسن قانون لمحاربة الإرهاب، وأيضا اعتبار من يتستر عليهم هو جزء منهم. فالعمليات اللي يجب أن تستمر حتى يتم القضاء نهائيا على اي ارهابي في ليبيا وعلى كل الاصابات الاجراميه التي يعني تقوم بالسطو على المواطنين وغيرها واعمال الحرابه وغيرها، لانهم يعتبروا في مستوى ودرجه الارهاب. نعم، شكرا لك العميد نوري الصلابي، عميد متقاعد وخبير عسكري، شكرا جزيلا لك لتواجدك معي. اعود اليك سيد محمود اسماعيل، في جانب اخر، هناك قبل ان تبدا وتضع الحرب أوزارة في مدينة سرت أصبح يتحدث عن مدى دمار في مدينة سرت، فما هو تعليق على هذا الأمر؟ وقعنا عمليا أن هناك أبواق ربما تحاول قدر الإمكان استخدام هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، ولعلها أبواق من بقايا فنون النظام أو لعلها من الذين لم يستطيعون أن يقدموا رجلا إلا ويؤخروا أخريين، من يحاول قدر الإمكان نعم لإعمار سرت، ولكن يجب قبلها وبداية يجب الاهتمام بالجرحى ويجب إنهاء العمليات ويجب ألا يتم توظيفها من هؤلاء الأبواق. أحمد قذاف الدم كان ولا يزال جزءا من إشكال ليبيا، وحفتر كذلك الآن مرت 6 أشهر وجيوشه التي يتكلم عنها لم تصل بعد، يتكلم عن تحرير ولم يقدم خطوة إلى هذا التحرير. الواقع العملي أن ليبيا تحتاج إلى الجميع، ولكن من المهم جدا وإضافة لما ذكره سيادة العميد في أن يذكر في أن هذه المنطقة يجب أن تعلن على أنها منطقة عسكرية وفق وصلاحيات واسعة، وأن يعين لها حاكم عسكري، ويجب أن يكون تحدد أيضا العلاقات ما بينهم وما بين المناطق المجاورة، ويجب أيضا أن يتم العمل على وضع إطار استراتيجي لإدارة هذه المرحلة، ويجب أن توفر أيضا الكمرات اللازمة والإمكانيات الاقتصادية، يجب أن يتم اعتماد ميزانية طوارئ خاصة بهذه المرحلة فيما يتعلق بالمرحلة الثانية. ربما المرحلة الأولى قاربت، لا نقول انتهت، ربما تنتهي العمليات الكبرى، ولكن أن تنتهي العملية متكاملة لا، وهذا يجب أن يدرك بأن هناك جيوب ستكون أيضا من المهمية بمكان العمل. هل هناك خشية فعليا من هذا الأمر أن تكون هناك جيوب موجودة، وأين يمكن أن تكون؟ يمكن أن تكون في منطقة جارف وغيرها من المناطق، ربما تكون حتى مجموعات مبسطة ومندسة بطريقة أو بأخرى أو متعاونة بعضها وبعض الأطراف، ربما يكون هناك تحالفات غير منظورة. حقيقة أن داعش وأحمد قذاف الدم وحفتر هم وجهان لعملة واحدة، الجميع بنفس المنهج يحاول قدر الإمكان، ربما ليس معك ولكن ليس أن يكون ضدك، لأنهم ليس حبا في معاوية ولكن كراهية في علي كما يقال، لأنهم لا يحبون فبراير ويعتقدون أن انتصار الثورة وانتصار على الإرهاب هو جزء من هزيمتهم، وهذه هي الحقيقة المؤلمة والمرة التي يتجرعونها ولا يكادون. ومن المهم والمهم جدا المضي قدما في التواصل مع العالم. نعم، والعمل في سؤال أخير دكتور محمود وباختصار، هل المجلس الرئاسي يملك خطة واضحة المعالم لمرحلة ما بعد سرت أم لا؟ المجلس الرئاسي ظل مجلسا حقيقة شبه متخبط، يد مرتعشة لا تقدم رجلا إلا وتؤخر أخريين كما ذكرت، وواقع أنه ظروفه صعبة لأنه لم يتم اعتماد حكومته ولم يتم اعتماد ميزانيته، مجلس النواب أصبح جزء من المشكل، وقاربت الآن مرت 1 سنة عجاف وننتظر أن يكون هناك نتائج. يبدو أن الأمور أو الأيام حبلى لا ندري ما تلد، ولكن كوبلر لن يأتي بنتيجة، والموجودون على الأرض هم الحل، وما بعد سرت لن يكون ما قبلها. شكرا لك دكتور محمود اسماعيل محلل السياسي، وكذلك الشكر لكل ضيوفي الكرام وكذلك لكم انتم اعزائي المشاهدين. اذا في ختام هذه الحلقه اترككم مع بعض الصور من مدينه سرت، هذا انا عماد الدين بالعيد احييكم، الى اللقاء. في هذه اللحظه دون تاخر من يسمع هذا النداء عليه الاجابه، يوجد ممر امن للنساء والاطفال من جهه المدينه.
ثقة والله. عن زمان والله عن زمان. تعال اسمع اسمي كلامي. ربي قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنتي أصغر عليك لا ما أخذ هيا والمرأة بس تعال تعلم تكلم فيهم خلوا شوي نادي الأطفال نادي الأطفال بس. الله أكبر. الله أكبر.